سوا على الهوا. سوا طول سوا على الهوا. ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطن الموج. أسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء بكل خير. أنتم معنا في صباح الخير ميشيغان، معكم سامح الهادي من أسرة يو اس ار ميديا لهذا الصباح الثاني من شهر أغسطس للعام 2022 في هذه التغطية الصباحية الخاصة في يوم شديد التميز يمر علينا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في ولاية ميشيغان كل عامين وكل 4 سنوات، حيث اليوم يوم التصويت في الانتخابات التمهيدية لاختيار الممثلين في مجموعة من المناصب الحكومية بالانتخاب، وكذلك المرشحين لخوض انتخابات نهائية في شهر نوفمبر القادم لتجديد بعض مقاعد كل من مجلس النواب والشيوخ الأمريكي تحت مظلة الكونغرس. هذا اليوم المتميز الذي يمارس فيه الأمريكيون حقهم الدستورية المؤثرة والفاعلة والضرورية والمغير لتفاصيل حياتهم اليومية باختيار نوابهم وممثليهم ومسؤوليهم يضعونهم على سدة اتخاذ القرار، وفي نفس الوقت على منصة التساؤل وعلى منصة المحاسبة تلك التي يقوم فيها المواطن الأمريكي بإثبات دوره الفاعل في هذه الديمقراطية والعملية السياسية التي تمارس في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 200 عام. ربما تغيرت أشكالها وأدواتها، ولكنها بقيت منارة ونبراسا تهتدي به الكثير من ديمقراطيات العالم. لم تكن الديمقراطية الأمريكية في أي وقت من الأوقات هي الكمال بعينه، ولكنها كانت أقرب صور الواقعية الممكنة التي تبادلت فيه السلطات منصة اتخاذ القرار وقدرة التنفيذ على الأرض في ظل احترام للدستور والقانون الذي وضعه الآباء المؤسسون، والذي تعرض للكثير من عمليات التطوير والتعديل نحو مزيد من الحريات. لم يكن الطريق سهلا إلى ذلك، بل مر بمرعفات خطيرة ما بين حروب أهلية ونزاعات مسلحة وتبادلات وتجاذبات سياسية كان آخرها، وليس آخرها تماما، ولكن كان آخرها ما حدث في يناير في 2021 عندما تعرضت مؤسسة الديمقراطية الأمريكية لهجمة غير مبررة وغير مفهومة وغير مسبوقة، إلى أن هذه الديمقراطية كشرت عن أنيابها القانونية واستطاعت التصدي لها بنفس الآليات التي أساء البعض استخدامها. اليوم سنكون معكم هنا في يو اس ار ميديا مصاحبين لكم في جولة مباشرة من مراكز الاقتراع من خلال فريق العمل الذي سيترأسه الزميل عادل معزب، لننقل لكم صورة حية وتفاعلا مباشرا مع الناخبين من نصول عربية، كيف يرون هذا اليوم وماذا يعني لهم، ما هي اختياراتهم واتجاهات التصويت، كل ذلك وأكثر خلال هذا الصباح. أهلا وسهلا بكم معنا، ويمكنكم التفاعل أيضا عبر الهاتف على 248-557-3300 أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حساباتنا يو اس ار ميديا تويتر فيسبوك وإنستغرام. عندما يحكم المال السياسة لا يمكن للمواطن العادي التمتع بحقوقه الدستورية. هويدا عراف، عربية أمريكية من فلسطين، أدركت هذه الحقيقة وتريد اليوم فك هذا الارتباط. قررت هويدا الترشح لعضوية الكونغرس في الدائرة 10 الجديدة، والتي تضم مدنا يتواجد فيها العرب والكلدان بقوة. هويدا محامية حقوق مدنية تدافع عن حقوق الجميع بما في ذلك العرب والكلدان هنا في الولايات المتحدة وحول العالم. لا أحد مثل هويدا يستطيع النضال من أجل حقوقكم الأساسية في إيجاد فرص العمل والطبابة والتعليم والعيش في بيئة نظيفة. ادعم هويدا عراف في الانتخابات التمهيدية المقبلة في 2 أغسطس، وصوت حضورياً أو بالاقتراع الغيابي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة هويدافوركونغرس.com. صوتك حقك، فامنحه لمن يستطيع إيصاله. امنحه لهويدا عراف، فهي تعرف حقوقك جيدا. إعلان مدفوع من قبل حملة هويدا عراف للكونغرس.
مركز طب ريهاب للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد فرح حسين، أخصائي العلاج الطبيعي بخبرة أكثر من 13 عاماً. طب ريهاب يقدم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ويضم مجموعة من أفضل أخصائي التشخيص الدقيق للحالات المرضية مع خبرة عالية في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وعناية خاصة بعد العمليات والكسور. طب ريهاب يستقبل كل الحالات المتعلقة بألم الرقبة، الظهر، المفاصل، شلل الوجه، الانزلاق الغضروفي، عرق النساء، الحوادث وإصابات العمل. خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصية تامة للسيدات. عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصدوا طب ريهاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ميشيغان أفينيو، وللمواعيد اتصلوا على 313-846-0555. That's 846-0555. وقراءة في عناوين الأخبار خلال لحظات، ابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء. قراءة في عناوين الأخبار الرئيسية تأتيكم نقلا عن وكالات الأنباء أسوشيتد بريس، رويترز ووكالة أنباء الجزيرة. نبدأ بالعنوان الرئيسي: الولايات المتحدة الأمريكية تقتنص أيمن الظواهري القائد في تنظيم القاعدة في عملية نوعية أثناء وقوفه في شرفة في كابول في الحي الدبلوماسي. ونانسي بلوتسي رئيسة مجلس النواب في زيارة متوقعة لتايوان وسط تصاعد التوتر بين كل من واشنطن وبكين. اضطراب الوضع السياسي في العراق ونزاعات سياسية تعزز الطائفية كما يقول مراقبون. الاقتصاد العالمي يشهد انكماشا بشكل تدريجي، وصندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي. إدانة عالمية واسعة لتعثر عمليات نقل الحبوب في كل بين كل من أوكرانيا وروسيا عبر وساطة تركية، ودعوة لضرورة تغليب المصلحة العالمية وسط إطلالة لأزمة غذاء تطل على العالم. كانت هذه مستمعينا الأعزاء إطلالتنا على الأخبار العالمية، تتكم نقلا عن أسوشيتد بريس وقناة الجزيرة. الآن مستمعينا الأعزاء نستعرض معكم حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم. طقس صحو في معظم ساعات النهار، فرصة مهيئة مساء لتكاثر بعض السحب الركامية دون فرصة محققة لهطول الأمطار. درجة الحرارة العليا لهذا اليوم 86 درجة والصغرى 66، وهي حاليا في ديربون هايتس، ديربون وديترويت في حدود 71 درجة. نسبة الرطوبة 78%، سرعة الرياح 3 أميال في الساعة. شروق الصباح يأتي على الساعة 6:50 والغروب في الساعة 9:11. أما حالة الطقس المتوقعة اليوم غدا بمشيئة الله، فرصة مهيئة لهطول أمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية. درجة الحرارة العليا المتوقعة 95 والصغرى 70 درجة. نسبة الرطوبة ستصل إلى 89%، وسرعة الرياح قد تصل إلى 14 ميلا في الساعة. أما تقاريرنا الخاصة بحركة السير الواردة إلينا تأتيكم خلال لحظات. حالة السير الواردة إلينا مستمعينا الآن: انسيابية عامة في معظم محاور المترو ديترويت الرئيسية 75 و 94 و 96 و 696. عدا بعض الكثافات المرورية البسيطة في منطقة اتجاه 94 في الاتجاه الغربي، المنطقة الواصل بين راسل وإكزيت 219، وتقرير عن سيارة معطلة في الجانب الأيمن
لا تنسوا دعوتنا دائما لكم مستمعين الأعزاء، تأخوا الحذر عند القيادة. فاصل الإعلان ونعود، ابقوا معنا. تخيل أنك تقف على مسار قطار بعيد عنك، لكنه يتجه إليك، لا يمكنك رؤيته، لكنه قادم إليك بالتأكيد. إذا كنت في مرحلة ما قبل السكري أو معرضا لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، فقد تكون على المسار الخاطئ، وقد يصل إليك مرض السكري. لا تقف على المسار الخاطئ، بل غير طريقك وتجنبه. إذا كنت في مرحلة ما قبل السكري أو معرضا لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، فقد تكون مؤهلا للبرنامج الوطني للوقاية من مرض السكري ضمن مجتمعك المحلي. سيمنحك البرنامج ولمدة عام كامل الدعم المستمر لتعود إلى المسار الصحيح. لم يفقد المشاركون الوزن فحسب، بل قللوا من خطر إصابتهم بالسكري من النوع الثاني إلى النصف. هل أنت مستعد للانضمام إلى مستقبل أكثر صحة؟ اعرف المزيد عن البرنامج الوطني للوقاية من مرض السكري وإمكانية التعامل معه. قم بزيارة michigan.gov/diabetes. رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية ميشيغان. حس إنه إيديك عم تنمل أو كتفك عم يجمد أو أصابعك عم تورم ما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد؟ مرحبا، أنا الدكتور عبد المجيد قطرنجي. زورونا بموقعنا الإلكتروني www.katranjihandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع، وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تروي ميشيغان، ونتمنى لكم العفو والعافية. للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقعة على 1565 في مدينة تروي البناء F، أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263. That's 248-869-4263. عودة مرة أخرى مستمعينا الأعزاء، لازلتم معنا في هذه الحلقة المميزة وفي تغطية خاصة لوقائع عملية الانتخاب التمهيدي الذي تشهده ولاية ميشيغان في هذا الصباح. ومعنا الزميل عادل معزب من قلب الحدث يحدثنا عن التفاعلات، وسيجري يعني آملين بعض اللقاءات مع الناخبين في هذا الصباح. صباح الخير عادل. صباح الخير سامح، صباح الخير لكل المستمعين. كيف هي الحالة في مركز الاقتراع؟ إذا أنا لك أن تعطينا بعض التفاصيل عن مكانك وفي أي لجنة انتخابية. أنا الآن في لجنة انتخابية في شرق مدينة ديربورن، وهي مدرسة دير بارك ألمنتري التي أصوت فيها دائما، وهي مركز الانتخابي. الحالة توافد الناس الآن بطيء جدا، وهذا متوقع أن هذه الانتخابات هي انتخابات تمهيدية لا يقبل عليها كثير من الناخبين في كل المراكز الانتخابية. وأيضا هناك كان كثير من التصويت التمهيدي من قبل، ولكن نهيب بالجميع أن يذهب إلى التصويت، فصوته هو قوتك يعني بصراحة. إذا لم تصوت فأنت تدع للآخرين المجال للتصويت. طيب، أرى كثير من المتطوعين الآن لبعض المرشحين يصفون أنفسهم ويصفون أيضا إعلاناتهم للمرشحين أو ما تسمى اليارد ساين معلقة أمام المدرسة، وهذا غير قانوني أصلا. بس حنجري أيضا مقابلات بعد قليل مع المتطوعين عن لماذا يتطوعوا لمرشحيهم المفضلين. تفضل عادل. أعطني دقائق فقط سامح حتى أعطي أشوف من تفضل. في هذه اللحظات سنقوم نحن بإلقاء الضوء والتصويت على طبيعة العملية الانتخابية. نعم. فالانتخابات هنا في الولايات المتحدة الأمريكية مستمعينا الأعزاء تشمل انتخابات في نوعين رئيسيين على مستوى الولاية. النوع الأول هو المناصب الرسمية الحكومية التي يرشح لها مجموعة من البشر أو من الأشخاص المقيمين ممن طبقت عليهم الشروط هنا في ولاية ميشيغان، ويقوم الناخبون بانتخابهم واختيارهم لهذه المناصب. على سبيل المثال منصب حاكمة الولاية ومنصب حاكم الولاية عفوا ومنصب سكرتير عام الولاية ومنصب المدعي العام، وهي مناصب ذات طبيعة حساسة.
إذا أنها تمس بشكل مباشر آليات وفعاليات الحياة اليومية لكل مقيم في ولاية ميشيغان. صحيح أنها محكومة بالتأكيد بالقوانين وبالدستور الذي أقر في ولاية ميشيغان، إلى أن ذلك لا يمنع أيضا أن هناك إدارة وتصورات قد تغير في فهم وطبيعة وتطبيق هذه القوانين المرعية. فانتخابك عزيزي المستمع لمن يحسن تمثيلك وتفهم احتياجاتك اليومية هو الذي يحدد كيف يمكن أن تستفيد وتتفاعل مع آليات حياتك اليومية. لذلك فإننا نوصي دائما بضرورة أن تهتم عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بالانتخابات التمهيدية والتشريعية، ولا تصب اهتمامك وتحصره فقط بالانتخابات الرئاسية التي تحدث مرة كل 4 سنوات. منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رئيس السلطة التنفيذية والاتحاد الفيدرالي منصب مهم، ولكنه ليس مؤثرا بشكل مباشر على حياتك اليومية. الانتخابات التمهيدية، انتخابات الكونغرس، الانتخابات التشريعية والبلدية هي التي تهمك بشكل مباشر وبشكل يومي. لذلك فإننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تولي الانتخابات التشريعية والتمهيدية نفس الاهتمام إن لم يكن أكثر فيما يختص بالانتخابات، ولا تقصد فقط على الانتخابات الرئاسية. عادل، هل لازلت معنا أم يمكننا أن نذهب إلى إعلان؟ نعم نعم، الآن أنا الآن سامح مع أحد المتطوعين here. He's volunteering for candidate. تفضل عادل. سام بيضون. What's your name, buddy? جار الله أحمد. جار الله. Why are you volunteering today? And you always volunteer in elections. Yes, I always do my volunteer for Al-Abbas, Sam Beidoun, all those Arabic people that are coming out to do the changes today. We are all here for them, and we always stand next to them for so they can win. And so you believe in their vision for the post? Yes, I do. Okay, great. What high school do you go to? Etzel Ford High School. Etzel Ford. Jarola is from Etzel, and we also have another volunteer. Can you ask him, he's volunteering for whom? And why he's volunteering? He said you didn't hear him, Samish, ما سمعته. I was cutting off, unfortunately. Yeah, مرة ثانية وspeak to the mic. Yeah, I'm with here with Sam Beidoun, and I'm gonna be with Al Abbas too. We are here for them to stand because they're gonna be making the changes. I believe in them, and with the experience of Sam Beidoun, we are here for him, and Al Abbas. He's new to that, but I think he can do a lot for the community. Can you share with us, Sam, what position is Sam running for? Sam is running for the 15th district, 13th district for the Wayne County Commission. Mm. And he's actually being reelected for the third time. Mm-hmm. And I have here another volunteer. What's your name? My name is Jenna Beidoun, and I'm here with Al Abbas Farhad's campaign. He's running for state representative. And I think he'd be a good campaign for various reasons. He's going to do a lot for our community, inshallah. He's young, but he's ready to go, and he's very experienced. He's been endorsed by Jeff Pepper and Abdullah Hamoud, and inshallah, he's going to do a very good job. Jenna, what school do you go to? I go to Fortson High School. What do you want to? Are you planning to get into politics one day? A lawyer. An attorney, okay. So we have Jenna here, Samih, who is volunteering. Adil, can you ask about the challenges that they are facing during their volunteering during the day? What kind of challenges that they might encounter? Some challenges we might encounter is opponents who might be rude or just giving us a hard time, and just our opponents. But other than that, there's not much challenges. We just have to keep our head up and work hard and have faith that he's going to win. I wish you good luck. Thank you very much for volunteering and helping our community. Thank you, Jenna. Thank you, Jarallah. سامح، كما رأيت هناك فقط متطوعان مرشحين، وهناك مرشحين بالجملة زي ما يقولوا في الانتخابات، ولكن المرشحين أعتقد أنهم ليس لديهم كثير من المتطوعين، لأن بعض السباقات لديها كثير من المراكز الانتخابية، وهذا مركز انتخابي صغير اللي هو جير بارك ألمنتري رقم 19، لا يصوت فيه كثير من الناخبين. هناك فقط تقريبا 800 إلى 900 مسجل للتصويت، ودائما ما ينتخبوا 200 إلى 300. وأعتقد أن الجميع مركز على
المراكز الانتخابيه الكبيره، فممكن ان احنا بعد بالاعلان ممكن نذهب الى مدرسه وودورث التي هي مركز كبير للتصويت ونجري بعض اللقاءات ايضا. طيب شكرا جزيلا عادل، ارجوك اذا تمكنت من العوده لنا خلال هذا الصباح ان لا يعني تبخل علينا. ولكن قبل ان نتركك عادل، يعني هل لك ان تسلط الضوء ان تمكنت سريعا عن اهم المناصب التي يجري الانتخاب عليها هذا في هذه الدوره الانتخابيه؟ ما هي المناصب الهامه التي توصي بها المستمعين للانتباه اليها بشكل اكثر؟ نعم سامح، الانتخابات اذا كنت ساكنا في مقاطعه او ما تسمى مقاطعة اثنين الآن الدائرة الثانية في ستيت سنت، فهو ليس سباق جدي للسنتر سانتانا، فهي ستأخذ الانتخاب بكل أريحية لأنه لديها فقط مرشح ضدها واحد وهو ليس معروف جدا من المجتمع الأفريقي الأمريكي. بينما السباق الكبير سيكون في الهاوس ديستريكت وهي المجلس النواب، سيكون هناك مرشح على الأقل، حيكون هناك نائب جديد لهذه الدستريكت الجديدة، وهذه الدستريكت الجديدة يترشح لها المرشح خليل عثمان والمرشح العباس فرحات والمرشحة ثمرة لقمان، فهؤلاء ثلاث المرشحين عن الحزب الديمقراطي، وأيضا هناك المرشحة شيرر على المنتخب عن الحزب الجمهوري. وأريد أن أوضح شيء مهم جدا سامح، أنه في هذه الانتخابات يجب عليك أن تختار أحد الحزبين، ما تقدرش أنك تروح تنتخب مرشح من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. فيجب عليك اختيار أحد الحزبين، إما الديمقراطي وإما الجمهوري، وترشح لمرشحيهم في نوفمبر. يمكنك بعدين الترشيح لمن تريد، سواء كان جمهوري سواء كان ديمقراطي. لهذه انتخابات تمهيدية اختيار المرشحين، هي الاختيار المرشحين. نعم. طب عادل، ماذا عن رشيدة طليب وديبي دينجل، هل لهم نصيب في هذه السباقات الانتخابية؟ نعم، رشيدة الآن هي في الدستريكت الثانية عشر، هي الدائرة الثانية عشر للكونغرس، وهي أيضا دائرة جديدة تضم مدينة ديربورن وديربورن هايتس وأيضا مدن كبيفرلي هيلز وداون ريفر. فرشيدة تترشح ضد ثلاثة مرشحين أقوياء، منهم شانيل جاكسون وهي بزنس وومن من أيضا الجالية أو المجتمع الأفريقي الأمريكي، أيضا هناك كاتبة المدينة ديترويت جانس وينفري وهي المرشح الأوفر لمنافسة الطليب، أيضا هناك كيلي جيريت مرشحة أخرى. في الجانب الجمهوري هناك ثلاثة مرشحين منهم العربي الأمريكي حسن نهمي، لرشيدة سباقين، ستسابق الآن لتنال تزكية الحزب الديمقراطي وهذه انتخابات اليوم، وأيضا الانتخابات في نوفمبر، وستنافس أحد المرشحين الذي سيلاقيها من تصفيات الحزب الجمهوري. طيب بينما دبي دينجل تفضل. لا يترشح أحد ضدها في دائرتها، وهذا شيء غريب جدا يعني ستفوز بالتزكية. نعم. طيب عادل، يعني هل ترى، يعني واحنا نحن نرصد العملية الانتخابية وتطورها منذ سنوات، هل ترى تطورا ونموا إما في اتجاهات التصويت ورغبة المواطنين الأمريكيين من أصول عربية للمشاركة بالتصويت، أو حتى في التقدم كمرشحين؟ هل ترى تغيرا عن مثلا، يعني نحن العام في العام 2022، هل نرى تغيرا مثلا عن العام 2014؟ بالتأكيد سامح، طبعا المجتمع العربي الأمريكي كبير جدا، وهناك مرشحين الآن عرب أمريكيين وصلوا إلى السلطة، والآن هذا يفتح الباب لكثيرين من العرب الأمريكيين أيضا للترشح لهذه المناصب. هناك إقبال كبير أيضا ملاحظ من عام 2014، يعني مثلا إذا أخذ دائرتي الانتخابية قد أرى كثير من المرشحين العرب الذين هم على البالغ، عندما كانوا في عام 2014 لم أجد هذا الكم من المرشحين العرب الأمريكيين.
فهذا شيء أعتقد أنه إيجابي ويحسب للمجتمع العربي الأمريكي في الولايات المتحدة وخصوصا في ولاية ميشيغان. أيضا تم انتخاب أول يمني أمريكي لمجلس النواب من مدينة هامتراميك، وهو الآن واليوم أيضا يلاقي منافسة شرسة في دائرته الجديدة الأستاذ إبراهيم عياش، أيضا هو على البالت. فنرجو من الجميع الذين هم مصوتين أيضا في مدينة هامتراميك وما حواليها أن يذهبوا اليوم إلى التصويت. هذه انتخابات نعم تمهيدية، ولكن قد يكون هناك مرشح آخر يعني يفوز بالأصوات، لأن الأصوات ستكون قليلة جدا، وهذا ما يسهل الانقلاب على أي مرشح حتى لو كان مرشح جيد ويعمل. لهذا على المرشح ليس فقط أو الذي هو الآن في السلطة، ليس فقط بس أن يقول خلاص ما مش لازم أتعب أنا بعمل والناس عارفين إيش شغلي، لازم تعمل من الماركتينج، لازم أنك تروح لعند الناس وتقول لهم مرة أخرى إيش أنت سويت وإيش عملت. طيب عادل، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. سأذهب للانتخاب سامح، تفضل. وبعدها سنذهب إلى مدينة أودور. تفضل إذا صح لك ويعني تمكنت من العودة إلينا في اتصال، تفضل بذلك في أي وقت. شكرا جزيلا. شكرا عادل وبالتوفيق. فاصل للإعلان ونعود مستمعينا الأعزاء، ابقوا معنا. اللي سام بستناك مشان نروح نتغدى بالشام. الشام؟ ايه بالشام ومو بالشام. شلون صارت هاي؟ بدل ما نروح نتغدى بالشام ايه جابونا الاكلات الشامية الطيبة لعنا لهم. وشلون بقى؟ هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشامية الطيبة. اوه وطيبة؟ طيبة كتير. شرفوا نتغدى سوا بمطعم دماس. الأكل الشامي الأصيل فقط بدمس كوزين، زوروهم على 28841 أرشد لك بفارمينغتون هيلز، ولطلباتكم اتصلوا على 248-987-4609. That's 248-987-4609. دمس كوزين and catering، جبنا لكم الشام لعندكم. ليلى ذات الخمس سنوات ووالدتها في طريقهما إلى المنزل بعد زيارة الجدة. إنها العاشرة مساء، تأخر الوقت لأن ليلى لم ترغب بمغادرة بيت جدتها الحبيبة. ليس بعيدا عنها يودع ديلان ذو 25 عاما بعض الأصدقاء، يشرب آخر علبة بيرة ثم ينطلق بسيارته رغم شعوره بقليل من الدوار، لكنه متأكد بأن ذلك لن يؤثر على قيادته. كانت ليلى وأمها تغنيان مع الراديو، ومع دخول الأم المنعطف فجأة تلتقي بديلان. كل 50 دقيقة يموت شخص في الولايات المتحدة جراء حادث اصطدام يتسبب به سائق يقود تحت تأثير الكحول أو المخدرات. هذا الشخص يشبه ليلى أو أمها أو ديلان. تذكر، إن لم تكن على ما يرام فلن تكون قيادتك على ما يرام. إن لم تملك نفسك فلا تقود السيارة، اطلب من صديق أو سيارة أجرة إيصالك. لا تقود السيارة إلا وأنت واع تماما. رسالة من مكتب تخطيط السلامة على الطرق السريعة في ولاية ميشيغان. العطاء قصة رائعة، بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطاءك إلى من يستحقه ويحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأبار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة. للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير، امنح تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543. مستمعينا الأعزاء، تمكنت راديو صوت العرب من لقاء السيدة العضوة الكونغرس ديبي دينجل في لقاء حصري. هو قصير بعض الشيء ولكنه ذو دلالة كبرى، نحب أن نشارككم فيه فلنستمع. care about working people every single day. People are frustrated. They're mad
offended everybody, and we have to show them why, how we take that anger and turn it into action. People are worried, and they're scared, and they don't understand that we can't get things done because Republicans block what we're trying to get done in the Senate. A lot of what happened started when COVID started, which was under President Trump, in our economy. But I don't want to point fingers. I want us to work together because people are worried about the cost of gasoline, which is going down in Michigan. They're worried about how much they're paying at the grocery store. And we understand that fear. And we need to work together so that people are working, that we're bringing down inflation, and that we're bringing our supply chain home to this country so we're not dependent on other countries. Dearborn's my home. At my home with the husband that I love for 35 years. So I'm not happy. But I mean, Ann Arbor's great, but I love friends. But I think it's important that Dearborn was put in with the district with Detroit. And you've got a very good candidate, Rashida Tlaib, who's running for it. And the two of us will always work together closely on the issues that matter here. And you can't take family away from someone, and Dearborn will always be my family. كما تمكنت راديو صوت العرب من لقاء السيد عمدة مدينة ديربون هايتس بيل بازي في هذا اللقاء. Well, this is an interesting election. I know there's a lot of people that I know actually running this term. It's hard to know or to tell who's going to win the election, but so it's a very aggressive election. I see a lot of people going out door to door, just like in my house. You know, I've seen every candidate who's running for every office has been knocking on doors. So it's hard to tell, you know, to see who's what, obviously, because there's not, they haven't done that research to see, like, or polling to see who's winning or who's going to be losing or winning the elections. Where the biggest challenge right now is getting workers, you know, everybody's having the same issues. So even our city is having issues with trying to recruit people to come work in the city. And even jobs for outside, you know, contractors, you know, something as simple as concrete. People do concrete, they can't get the people. So we reach out to companies to come make a bid so they can do paving, you know, street or sidewalk. It's hard to get people. So the state is, it's going to be it's a challenging for the governor to be able to get people to actually work or recruit people or to get people to actually go out and do different jobs. وأيضا كان لنا لقاء مع عبد الله الشيخ سيد عبد الله الشيخ وكذلك سيد عماد حمد فلنستمع. في تحديدين اثنين، أول شيء وضع الاقتصادي طبعا بتاع البلد، والأمر الثاني إنه العالم مش مشجعين لا يطلعوا ينتخبوا لأنه متعب، ما في رئاسة. فحقيقة هذول الاثنين رح يكون في عنا بيج تشالنج إنه العالم تطلع تصوت، ورح يكون في طبعا للديمقراط رح يكون عندهم تحدي كبير، لأنه للأسف كله الآن بيرمي باللوم بالأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها الآن، بيرموها على الديمقراط تارك بايدن طبعا والديمقراط كلهم بشكل عام. فبعتقد انه في خطر كتير على الديمقراط بهالأزمة. هيك بيحصل كل مرة، يعني بيجي بتنقلب الأمور بس يكون في أزمة، والأزمة هذه البارت اللي هي حاكمة هي طبعاً عم تتحكم بزمام الأمور، مع أنه قضية مثلاً الحرب بأوكرانيا ما هني سبب، يعني ما بتعود أنه يكون لهم سبب مباشر ببدأ، بس العالم ما بتطلع هيك، بتطلع على الوضع الحالي تبعها، على الحالة الاقتصادية تبعها، على الحالة الاجتماعية تبعها، وعلى ضوء بتصوت. فللأسف أنه هالمرة كل يعني الترشيحات راح تكون ضد الديمقراطية. بعتقد الجاليات العربية حسب اطلاعنا وتكلمنا مع بعض الناس انه لاحقة ايضا لاحقة، مع انه هي الجاليات العربية هي اكتر ديمقراط من ريبوبليكان، بس تعبانة الجاليات العربية بين عليها تعبانة من الديمقراط، وما بعرف رح يحصل، يا اما ما حيصوتوا او رح يصوتوا للجمهوريين. هذه المرة فقط، لانه يعني متأثرين بالوضع المالي، متأثرين بالوضع الاجتماعي، وما بيعرفوا الاسباب الحقيقية. يمكن يكون الأسباب اللي تصدق إحنا فيها بسبب ترامب، بس ما بيبين فعلها إلا بعد ما تمر فترة تأثر على الناس، بس توقفي على ترامب البنزين بتدفع ضعفين الغاز. بصراحة يعني في قرارات ديمقراطية بالنسبة للتوصيف، لأن إحنا عندنا
عم ندفع تقريبا ضعف اللي كنا ندفعه في الاول للموظفين، وهذا بسبب انه الحكومة الحالية دلعت كثير الموظفين وعطتهم كثير فلوس وخلتهم بالرغم انه ما بدهم يشتغلوا ياخذوا فلوس. هيدي طبعا ادت الى ازمة الوظائف الموجودة، وادت الى ارتفاع الاسعار بكل النواحي. فبالتالي يعني انا كرجل اعمال صراحة بقول يعني الديمقراطيين ما بتصرفوا بشكل تجاري صحيح المرة. فصل الإعلان ونعود مستمعينا الأعزاء، ابقوا معنا. مرحبا سعيد. أهلا علا. ليش هالمقابلة الفاترة هاي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني. يمه زعلتي، شنو رأيك إذا لقيتك وأيضا غديتك بأحسن مطاعم ميشيغان مطعم أشتار؟ والله فكرة، أفضل الأطباق والمقبلات العربية والعراقية وأحلى ملقى. ولا تنسين اللحوم الطازجة مباشرة من ملحمة أشتار لزباين أشتار، وملحمة أشتار توفر اختيارات متنوعة من كافة أنواع اللحوم وبأسعار متميزة وجودة أيضا مميزة. ملحمة أشتار تقع على 36865 راين رود في مدينة جولي هايت. وأكيد أحلى لمة وأطيب لقمة في مطعم عشتار اللي عنوانه 36215 ماير رود في مدينة ستيرلينغ هايت. هاتف 586-698-2585 586-698-2585. يلا علا، يلا عشتار، للجودة وكرم الضيافة عنوان مطعم عشتار. وفسحة أدبية مستمعينا الأعزاء بعيدة عن السياسة وتوتراتها في إطلالتنا على همسات على الجسر. هذا النص بعنوان بين السطور، ويأتيكم نقلا عن الأديب الروسي دوستويفسكي. بسبب الحب أشعر أني مريض مصاب بالتساقط، لا أستطيع أن أنام، حتى مجاز الأشياء لا يمكن أن يتكئ علي. قطيع رمادي يعبر جسدي كل صباح ويوشك في الظلام أن يرتطم بي. لا سماء في السماء، أرسل لها وميضا كما كنت أفعل كل صباح، كهذا الذي يصيبني الآن بالدوار. ليس هذا حب ذهاب، بل حب ذهاب وإياب وطرق متقاطعة. لا ضوء ولا شعاع ولا اندفاع نحو شيء. الحياة في حالة سكون وربما في حالة ثبات. أتفكك كل صباح وأعيد ترتيب أطلالي في المساء. الصالحون والنبلاء حتى القديسين جوعى مثلي، سبقوني في رحلتي، هلكوا وأنا على طريقهم. ليست سوداوية بقدر ما هي واقعية، تلك التي طالما تشدقت بها، ولكني أرفض الاستسلام وسأظل أقاوم، ربما بلا أمل وربما بكثير من الأمل، ولكني سأظل أقاوم. سأظل أقاوم وأتذكر أيامي معك، كمن يرى الأشياء عبر نافذة قطار مسرع، نائية وجميلة قابضة عليها لحظات ومشاعر وإن كانت بعنوان المستحيل. متى سترجعين؟ متى ستكتبين لي صباح الخير؟ متى ستكتبين لي تمسي بخير؟ ومتى ستكتبين ولو بصمت ما بينهما؟ أنتظر لتأخذيني تحت عينيك. بعد لحظات ينضم إلينا الزميل عادل معزب، ابقوا معنا. عندما يحكم المال السياسة، لا يمكن للمواطن العادي التمتع بحقوقه الدستورية. هويدا عراف، عربية أمريكية من فلسطين، أدركت هذه الحقيقة وتريد اليوم فك هذا الارتباط. قررت هويدا الترشح لعضوية الكونغرس في الدائرة العاشرة الجديدة، والتي تضم مدناً يتواجد فيها العرب والكلدان بقوة. هويدا محامية حقوق مدنية تدافع عن حقوق الجميع بما في ذلك العرب والكلدان هنا في الولايات المتحدة وحول العالم. لا أحد مثل هويدا يستطيع النضال من أجل حقوقكم الأساسية في إيجاد فرص العمل
والطبابة والتعليم والعيش في بيئة نظيفة. ادعم هويدا عراف في الانتخابات التمهيدية المقبلة في 2 آب/أغسطس، وصوت حضورياً أو بالاقتراع الغيابي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة huwaidaforcongress.com. صوتك حقك، فامنحه لمن يستطيع إيصاله. امنحه لهويدا عراف، فهي تعرف حقوقك جيداً. إعلان مدفوع من قبل حملة هويدا عراف للكونغرس. مرة أخرى عادل، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. سامح، خبر صادم مخيب للأمال جدا. ماذا؟ طبعا المركز الانتخابي صار له مفتوح أكثر من ساعة ونص، وخمسة فقط من زملائي المنتخبين أو الناخبين اللي راحوا صوتوا. يعني يا جماعة الخير لو سمحتم، هذه انتخابات نعم تمهيدية بس مهمة جدا، هي التي ستؤهل المرشحين إلى الانتخابات النهائية وبعض السباقات، بحكم أن احنا منطقة ديمقراطية خلاص السباق انتهى. فعليك إذا تريد أن يكون لك صوت في هذا عليك الذهاب إلى التصويت. عادل، يعني أنا أتفق معك تماما، ولكن يعني يجب أن نأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل ولا نتشائم، لأننا في بداية اليوم الانتخابي. الساعة الآن 8:44، ساعة عمل وبداية يوم عمل، والمراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 8:00 مساء. ربما نشهد بعد الظهر يعني إقبالا وتزايدا في حركة الناخبين، فيعني إن شاء الله يبقى في أداء أفضل في فترة المساء بعد الظهر والمساء. يعني ولا أنت شايف إيه؟ أنا ببني تشاؤمي على مثلا انتخابات عام 2018، انتخابات تمهيدية، عندما صوت في تقريبا في نفس الوقت كان هناك أكثر من 30 ناخب. يعني كان في هناك ناس جاية تصوت وبشدة، بس خمسة ناخبين في أول ساعة. يعني أكيد أكيد هناك طبعا يعني ما يدعو للقلق، ولكن لا ننسى عادل طبعا أن هناك في ميشيغان تميزا في عملية الاقتراع عبر البريد، والتي شهدت نجاحا ساحقا في عام 2020، وربما الكثير من الناس الآن سينتبهون إلى هذه الخدمة ويستعملونها أفضل من المرور على مركز الاقتراع. فنتمنى ذلك، يعني دعنا لأن نتشائم، ولكن أؤكد على أهمية أن تكون الرسالة وصلت لكل المستمعين والمتابعين حول برنامجنا في هذا الصباح، ضرورة أن نولي الانتخابات التمهيدية والتشريعية الاهتمام الأكبر ونشارك بها بفاعلية. تفضل عادل. نعم سامح، أنا الآن في طريقي إلى المركز الانتخابي اللي هو في جانب بيتي، والذي ينتقل فيه كثير من العرب الأمريكيين في مدرسة وودورث الإعدادية، وسنجري أيضا مقابلات مع المرشحين في الخمس دقائق الأخيرة من مع ناخبين في الخمس دقائق الأخيرة من هذا البث الحي المباشر إن شاء الله. عادل، عموما يعني إذا تمكنت مرة أخرى بالعودة إلينا يعني لطفا لا تتردد في ذلك. عادل هل تسمعني؟ شكرا سامح. شكرا نعم. جزيلا نعم. في انتظارك في وقت لاحق عادل. فاصل للإعلان ونعود مستمعينا، ابقوا معنا. New concept products and design. بإدارة نجاح بوت، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734-744-9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734-744-9796. خصم 5% عند الشراء ب75,000 أو أكثر على كافة المواد. لمزيدا من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على www.newconceptproducts.com أو زوروهم في موقعهم الجديد 31185 Schoolcraft in Livonia. ناجي عبود، العلامة المميزة في عالم المطابخ. قشات ميديترينيان ماركت بإدارة سهر قشات وأولاده يرحبون بالجالية العربية والكلدانية، جميع أنواع المواد الغذائية، ألبان طازجة، الكرزات والبهارات الطازجة. داخل الأسواق مطعم ميديترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب، المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبو المميزة. تفتح الأسواق
الطريق من 8 إلى 9 مساء من الاثنين وحتى السبت، ومن 8 صباحا إلى 9 مساء يوم الأحد. تقع الأسواق على 32839 North Western Highway في مدينة فارمينغتون هيلز. لحوم حلال للجالية الإسلامية. لطلباتكم من المطعم call 248-538-7855. That is 248-538-7855. قشة ميديترينيان ماركت، خدمة متميزة ومعاملة راقية. حكي معودها فهم في العين وافهم كمان في ومن بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين، خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفية النظر، إزالة الماء الأبيض والأسود، الجلوكوما وتصحيح النظر من أثر مرض السكر. كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم. شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقة. يقبلون معظم أنواع التأمين الصحي. زورهم في عيادتهم الواقعة على جنار وناين مايل في مدينة هيزل بارك. للمواعيد اتصلوا على 248-336-3937 248-336-3937، أو عيادتهم في راجستر هولس. للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937. على بالكم ورق عنب صحي شهي طري وما بياخد وقت كتير في الطهي؟ ما قلكن العافية من خيرات الطبيعة. عافية مع عافية، صحتين وعافية. مركز IVF ميشيغان للخصوبة وأطفال الأنابيب، الرواد في مجال الطب التناسلي، تعلن عن استقبال مراجعيها في بلومفيلد هيلز ومراكزها المنتشرة في ميشيغان وأوهايو، حيث يتواجد أمهر الأخصائيين لتقديم الاستشارات في جميع مجالات التلقيح الصناعي. يعتبر الدكتور نيكولاس شما أحد أهم الأخصائيين في الغدد الصماء التناسلية في ولايتي ميشيغان وأوهايو، حيث أجرى أكثر من 10,000 عملية طفل أنبوب وساعد الآلاف من الأزواج على تحقيق حلم الأبوة. يحمل الدكتور شما شهادة البورد الأمريكي في كل من أمراض النساء والتوليد، أمراض الغدد الصماء التناسلية والعقم، رعاية طبية ممتازة وتفهم عميق للأثر العاطفي والنفسي لحالة العقم. للاستفسار اتصلوا على 248-952-9600 248-952-9600. مستمعينا الأعزاء، شارفت حلقتنا هذا الصباح على الانتهاء، وهذه مرة أخرى نذكر مستمعينا الأعزاء بضرورة التوجه إلى أقرب مركز للاقتراع مقيدين فيه حتى تدلوا بأصواتكم وتحددوا مساراتكم وتنتخبوا من يمثلكم ويخطط معكم مستقبلكم ومستقبل أولادكم ومن تحبون. هذه البلاد التي حباها الله بنعمة الديمقراطية وبتقدير صوت الإنسان تنتظر منكم أداء فاعلا ومشاركا. الجالية العربية الأمريكية مدعوة دائما لأن تكون في طليعة الصفوف لتحديد آليات خدماتها وما تستحقه من رعاية واهتمام. مستمعين الأعزاء، انقضت معكم حلقتنا لهذا الصباح. كنت معكم من أسرة صباح الخير ميشيغان ويو اس عرب ميديا سامح الهادي. تعود الزميلة العزيزة ليلى إن شاء الله لبثها في جدول معتادة، وحتى ألتقي بكم مرة أخرى أترككم في حفظ الله ورعايته وأتمنى لكم يوما مفعما بالنجاح.